بسم الله. برنامج نفس وركس تقدر تحصل عليه لمدة 3 سنين لو انت طالب، او حتى لو انت يعني شغال كل حاجة، اسمها يعني طالب علم، بتطلب العلم دام عندك على الجهاز بتاعك او شغل شخصي او مشروع صغير. يعني الشركة مش هتيجي تتكلم معاك في رخصة او حاجة زي كده، غير لو خدت انت بقى مشروع كبير كده بمليار دولار ولا بتاع، فلازم تديهم حقوق. تمام. طيب خلينا ندخل على موقع اوتوديسك اديوكيشنال، هتلاقي البرامج كلها. تعال نشوف كده النفس وركس موجود ولا مش موجود. او موجود، هو موجود منه 3 نسخ. تمام. موجود منه نسخة سيموليشن، دي بتبقى نسخة وسط. تمام. بيبقى فيها مجرد المحاكاة. تمام. مجرد انها بتربط البعد الثالث بالبعد الرابع. وفي نسخة نفس وركس 3، دي بتبقى عبارة عن نسخة بتفتح الملف ال ان دبليو دي، وتقدر تشتغل تشوف الشغل وتقدر تحط كومنتات عليها وخلاص على كده. نسخة ببلاش، فعشان كده هم تقريبا مخبيينها، بس هي مجاني، تقدر تحصل عليها وتحملها حتى لو انت شغال في شركة. السيموليشن بيديك محاكاة، النفس وركس مانج بيديك كل حاجة، ودي بتبقى سعرها أغلى. بيديك ان انت تعمل محاكاة، بيديك ان انت تحل الكلاشات، بيديك ان انت تعمل الريندر، بيديك ان انت تعمل الحصر. فنسخة بيبقى قوية جدا، ممكن تختارها. تقدر تعمل ساين ان، تدخل تعمل الحساب، وتقدر تحمل النسخة عندك على الجهاز على طول. ممكن تعمل حساب على الموقع مجاني. تمام. خلينا نقول له ساين ان، او هتقول له كريت اكونت لو انت ما عندكش حساب. بعد كده بتختار النسخة بتاعتك والاوبريشن واللغة اللي انت هتثق بيها. نكست. بعد ما تدخل بتقول له بقى انا عايز نسخة 2016 17 حسب الجهاز عندك. خلينا مثلا نختار مثلا 19، الاوبريشن مثلا 64، وبعد كده اللغة بتبدأ تختار مثلا اللغة اللي انت عايزها، وليكن مثلا ديت. تمام. فهو تقريبا عارف ان انا بهزر فرفض، فبتقول له انستول ناو، ويبدأ بقى ايه يحمل لك الملف ويستطبه لك ان شاء الله.